سيدي سادتي، نرجو انتباهكم لضمانه سلامتكم. نقدم لكم البيانات التاليه. Meine Damen und Herren, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Zu Ihrer Sicherheit werden folgende Demonstrationen durchgeführt. الطائرة مجهزة بثمانية أبواب نجدة كتبت عليها عبارة خروج، اثنان في المنطقة الأمامية، أربعة في المنطقة الوسطى، واثنان في المنطقة الخلفية. إشارة أرضية تقودكم إلى هذه الأبواب. Dieses Flugzeug hat 8 Notausgänge, 2 vorne, 4 in der Mitte und 2 hinten. Diese Ausgänge werden durch ein Gabelungsstung angezeigt. يستعمل حزام الأمان بطريقة تالية عند الربط عند الفك. يحظر الرياء بحزام خاص. Wir zeigen Ihnen nun, wie Sie den Schabko schließen. Wir sind öffnen die Babys werden durch spezifische Gurt anzuschnallt. توجد صدية نجاة تحت المقعد ويمكن استعمالها بإذن من داخل الطائرة. يكون استعمالها كالآتي: دي شيفيات سديزيش أنتوميون زيت بفندن داخل إس ناخ أخفاضون دي بيزاتسون بلونس فيردن أرتد الصدرية لكن زيت دي شيفيات أن عند مغادرة الطائرة تنفخ صدرية بجذب القرصين الأحمرين بقوة إلى الأسفل بعد خلص لس بلوك تويكس سينتي دي بعد أن أوت مخيل كارتش نحو أنت الأم دي شبيباسة أو سو بلازن. إذا تعذر ذلك استعمل أمو بأن نفخ أبل فمي بينو سنزي بأن نشت فونكسيونير دي بعد المونتش لوشة. وفي حال نزول ضغط جوي داخل الطائرة تنزل أقنعة الأكسيدين أمامكم آليا. عندئذ اربط حزام الأمان، اجذب وحدة الأقنعة على الأسفل، ضعوا الفم والأنف شدربة خلف الرأس وتابع التنفس بطريقة عادية. باي أن إيفنتويل بوك فالوستان أو تو مانش زاو شوف ماسكن أو دير كابين ديكن ديزن فال. Schneiden Sie sich an, ziehen Sie an der Maske nach unten, drücken Sie sehr fest über Mund und Nase, befestigen Sie das Elastikband am Kopf und atmen Sie nochmal. لمزيد من المعلومات ندعوكم إلى الاطلاع على مذكرة بيان السلامة المتضع المقعد الذي أمامكم. في فرد انفورماسيون بيتن في زي دي زيش هات فور شفتن دي زيش هند تاش ايرس فور دازيرسس بيفندن أو ميكزام دوش سوليزن. وتفادي لكل خلل قد يطرأ على أجهزة الطائرة نعلمكم أنه يمنع استعمال الآلات الإلكترونية عند الإقلاع والنزول. كما نذكركم بضرورة تغليق هاتف الجوال ولا رحلة. Um einer Beantragung der Vordanskommandant zu verwandeln, ist ein Schrank verboten, während der Stadt zum Landung elektronischer Geräte zu benutzen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. سيدة تونس، أنا مرحبا بكم على قناة الأسود التخيل الطفيفة قناة بعض رحب منك ورحب أنت. Good morning, ladies and gentlemen, this is Captain Speaker John Cabin to a Kabul flight. Let me take off for a short distance flight. Cabin crew, please prepare for takeoff.